مرحبا متابعي روزنا. الإدارة الأمريكية تعكس الاستثناء مناطق الشمال السوري من عقوبات قيصر. شو تأثير قرار الرفع انحصل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية أيضا؟ بالنسبة لرفع العقوبات لا بيقدم ولا بيأخر، لأنه بالنسبة لأن الضامن الرئيسي لأنه هو مثل ما بيخفى عن الجميع أبدا هو الجانب التركي. ما دام المجتمع الدولي عامل ضغط على الاقتصاد التركي ما راح يفيدنا بشيء أبدا. قانون قيصر يكون صالح الشعب شوي، أخي الشعب يصير عنده إيجابية زينة للعمل، المواد الغذائية ترخص، يعني يكون على أفضل، يعني أحسن إن شاء الله. بالتأكيد رح يكون تأثير إيجابي للمنطقة، بنعيشها اقتصاديا، بنعيشها تزداد فيها المنظمات. اليوم معظم المنظمات لغت دعمها للمنطقة بسبب قانون قيصر، لأنه بيشمل كل مناطق سورية، ولكن هون منطقة تحوي أكثر من 4 مليون مهجر هجروا بسبب أعمال النظام الإجرامية، فالعقوبات لا يمكن تكون للمجرم مثل اللاجئ. فهو ما راح يصير انفراج، لأنه بسبب الوضع الداخل عنا، الوضع الداخل بشمال شرق سوريا كتير تعبان اقتصاديا، فبده يعني بده شوية وقت لتتحسن الأحوال. العقوبات هي إذا رفعت على المنطقة أكيد رح تنتعش اقتصاديا. طبعا هاي العقوبات لازم تكون مفروضة على النظام، هي لازم تنفرض على النظام يلي بسجونه في معتقلين في معتقلات، النظام يلي هجر شعبه. أما بالنسبة للمنطقة هون يعني منطقة صغيرة، وخاصة يعني موقع يعني صار يعني على شريط حدودي، يعني بعدين رح إذا ارتفعت هاي العقوبات رح يفتح معابر تجارية، رح يرجع الاقتصاد لمحله، هون يرجع المواد الغذائية ترجع يعني أسعارها مثل ما كانت أول. احنا نتأمل إنه الوضع يتحسن وتصير يعني تحسن اقتصادي على هالشعب، تتحسن أمور الناس يعني، بس يعني ما أتوقع إنه راح تتحسن الأمور، لأنه سمعنا قرارات كثيرة والله إنه الشعب استيأس، يعني يسمع قرارات كثيرة وما شاف شيء من هاي القرارات. رفع العقوبات عن المناطق المحررة هذا قانون جيد جدا وإيجابي لهذه المناطق ولشعبها. قانون قيصر إذا يأثر على العملة السورية، إحنا عملتنا بالأساس سورية، عندنا عملة غيرها وهي العملة الأساسية، إذا يسوي انفراج بالعملة السورية والدولار ينزل، الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار، إيه نعم به فائدة يعني، بس إذا ما به فائدة شو الإفادة منها؟ صح ولا لا؟ اليوم البضاعة أنت كلها جاءت تنحسب عليك بالدولار، يا هل ترى قانون قيصر يرفع أو ينزل منسوب الليرة السورية؟ فإذا خففوا من العقوبات شوية، شالوا من قانون قيصر، خفف الضغط على الشعب شوية، يعني هم تستفيد منه الشمال السوري وهم يستفيد منه المناطق الجوار. يعني إذا ارتفعت العقوبات عن هذا القانون الريف حلب الشمالي بصير حركة شغل، بصير مثل ما بقول أسعار كويسة، بصير حركة شغل، بصير العالم تاكل تشرب تحسن تشتغل، العالم ما يتم الجوع. اليوم ما في يعني ما في شغل ولا في مثل ما بقول حركة شغل. التأثير المباشر على المنطقة هي مو نابعة من عقوبات قيصر، نابعة من مشاكل مع الجوار، مع تركيا، مع كردستان، العراق مثلا، أي سوء فهم بين الإدارة الذاتية وكردستان العراق ظهرت عندنا أزمة السكر، على السكر. فما أعتقد أنه مشاكل المنطقة راح تظل هي حتى لو استثنى من عقوبات قيصر أو ما استثنيت، فما راح ينعكس شيء. شو راح يتغير يعني؟ مثلا العقوبات اللي فرضتها أمريكا فرضتها على سوريا عامة، تمام؟ فنحن قلنا لك يعني احنا جزء من سوريا، فما راح يتغير شيء اعتقد، وخاصة احنا عملتنا كلياتها بالليرة السورية، أكثر مناطق تعامل بالليرة السورية، والبضاعة اللي قام تجي من مناطق النظام هي مصاريفها أو شحنها أو أجورها كلياتها بالعملة السورية، ونحن كشعب نشتري البضائع كلياتها بالعملة السورية، فما راح ما أعتقد راح يتغير شيء بنظري يعني.